ما الفرق يا فضيلة الشيخ بين طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع؟ الفرق بينها أن طواف القدوم إذا كان من القارن والمفرد سنة وليس بواجب، يعني لو تركه الحاج المفرد أو القارن فلا حرج عليه. ودليل ذلك أن عروة بن المغرس رضي الله عنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في صباح يوم العيد، صلى معه في مزدلفة صلاة الصبح، وأخبره أنه ما تركها جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم، وهذا يدل على أنه ليس بواجب. أما إذا كان طواف القدوم من معتمر فإنه ركن في العمرة، سواء كانت العمرة عمرة تمتع أو عمرة مفردة. وأما طواف الإفاضة فإنه ركن في الحج، وهو الذي يكون من بعد الوقوف بعرفة والوقوف مزدلفة، ولا يتم الحج إلا به. وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، وكذلك واجب من واجبات العمرة، لكنه ليس من ذات الحج ولا من ذات العمرة، ولهذا لا يجب على من لم يغادر مكة. والفرق بين الطواف الواجب والطواف الركن أن طواف الركن لا يتم النسك إلا به، وأما الطواف الواجب وهو طواف الوداع فإن النسك يتم بدونه، ولكن إذا تركه الإنسان فعليه فدية ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء. فصار الفرق كما يلي: طواف القدوم سنة إلا طواف المعتمر فإنه ركن في العمرة، طواف الإفاضة ركن في الحج لا يتم الحج إلا به، طواف الوداع واجب يتم النسك بدونه، ولكن في تركه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. نعم.